اقفل طالما في دوري وفي منافسه، وزي ما احنا شايفين الدوري منافسه فيه يعني عاليه جدا من بدايته، 100% هيبقى في اعتراض كبير على اخطاء التحكيم، وهنشوف هيحصل ايه. دلوقتي هنتعرف على اول فريق كره قدم للاقزام بيتم تاسيسه في الاسكندريه. يا ترى يعني ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه ومنتظره ايه في الفتره الجايه؟ هنكمل على فكره طبعا يعني موضوعاتنا، وزي ما انتم عارفين عاملين حلقة خاصة جدا عن مسيرة النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كابتن محمد صلاح، المرشح ضمن أفضل 3 لعيبة مرشحين على المستوى العالم لجائزة أفضل لاعب في العالم. هنتكلم النهاردة عن هذا الموضوع، بس تعالوا نتابع تقرير عبد الرحمن ياسين. طبعا ده اول نادي في جمهورية مصر العربية للأقزام، وده تبع الشباب والرياضة، وهم موفرين لنا حاجات كتير وزي مثلا اللبس هيجيبوا لنا بتاع، هي بيلعب مأجر لنا بيلعبونا في نادي كده. طبعا اللي جمعنا استاذ عصام وجابنا هنا نلعبه مع الكابتن ممدوح هو اللي بيدربنا، وجايبنا هنا عشان خاطر نلعبه ونبقى احسن فريق ونخش في دوري. بنلعبوا كرة قدم هنا في النادي مركز شباب النصر، احنا 4 جون، ملعب خماسي، بنلعبوا في مركز تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مركز شباب النصر في مبروزة. احنا عاوزين يعني الناس دي تبقى بس يعني عقلة شوية ويبص لنا مصر يعني نظرة عادية، مش يسخروا من الناس. والاب اللي يكون ماشي مع ابنه ما يبصش لابنه ايه يعني، ابنه لما يقول له بص يا بابا لا يقول له لا ده عيب يا بابا، ده شخص عادي شخص حلو كده يعني انسان طبيعي، يعني لا ده ابنه يضحك وهو يضحك معاه كده عيب، ده احنا اشخاص عاديين. هو في الاول خالص انا بدات معاهم كاعداد عام، تمام، ما فيش اي كوره خالص في البدايه خالص لغايه ما جهزتهم بدنيا، بدات احط انا عنصر الكوره في النص لغايه ما ياخدوا على الكوره وياخدوا على النشاطات ازاي، وبدات اطلع منهم مين المهاجم مين مين الكابتن مين المدافع مين الجون، وبدات امرن كل واحد على المستوى بتاعه. احنا الحمد لله رب العالمين في 2012 كانت الفئه دي مهمشه جدا في على مستوى الجمهوريه، فطبعا سعينا ان احنا عملنا جمعيه لاول مره في جمهوريه مصر العربيه مقرها اسكندريه، فالمنطقه عملها كلها الجمهوريه كلها، فبنهتم بالاقزام على مستوى الجمهوريه. لكن هو طبعا اهتمام بالرياضه، كان اول مره في مصر بنعمل فريق للاقزام، كان عن طريق جمعيه الاقزام وعن طريق مديريه الشباب والرياضه في اسكندريه وعن طريق مركز شباب النصر دوت، فان شاء الله باذن الله نطلع بالفريق ده لاحسن المستويات باذن الله، لان اول فريق يتدرب على مستوى جمهوريه مصر العربيه من اقزام الاشبال. تقرير عبد الرحمن ياسين. حلو الجون الاخراني، وهم دمهم خفيف جدا، بيقول لك جابنا عشان نلعبه حته اسكندراني كده اصيله، وطبعا انا متفق معاك انه ما حدش يبص لهم بنظره فيها سخريه، لان دول ناس جميله جدا وناس في البلاد الاوروبيه بيكرموهم وبيعملوا لهم يعني وضع خاص جدا جدا في المجتمع، وناس زي الفل. هي ربنا يوفقكم وتحققوا الطموح اللي انتم رسمينه لنفسكم في المستقبل. اول فريق كرة قدم للاقزام تم تأسيسه في محافظة اسكندرية. طبعا النهاردة احنا عندنا فقرة رئيسية، بما اننا بنتكلم عن الكورة، عن النجم محمد صلاح.